مرحبا، كيف الحال؟ بخير والحمد لله. اليوم بدنا نتذكر سوا نص أخي زيد وبدكم تقروه معي، فحضروا حالكم. ومن بعده في عنا تمارين وبالآخر في جواب عن الحزورة، فأوعى تروحوا لمطرح. أما هلأ فشو رأيكم نستمع لأغنية الحلقة؟ عائلتي ما أحلاها، عائلتي ما أهناها، بالمحبة دوما نحيا، والاحترام شعارها. جميلة في تفاهمها، قوية في تعاونها، معا في كل ظروف، حبنا ليس بالمألوف، فنحن أسرة مميزة وهذا أمر معروف. حضرتوا الورقة والقلم؟ تابعوا معي بهالتمرين. أشيروا إلى الأسماء. أشيروا، شو يعني أشيروا؟ بدي استعمل اسم الإشارة، هذا أو هذه أو هؤلاء. هذا، تذكروا منيح، فكروا معي، لشو بستعمل هذا؟ للمذكر المفرد. هذه، هذه أختي. لمين استعملت اسم الإشارة؟ هذه أختي، للمفرد المؤنث. هؤلاء، شو يعني هؤلاء؟ يعني في كتير أشخاص، يا بنات يا شباب، يا مذكر يا مؤنث. شو بستعمل إذا كانوا كتار، بنات أو شباب؟ هؤلاء. بلشوا معي. أول كلمة، شاهدوا على الشاشة، شو شايفين؟ خيمة. خيمة هو اسم شيء بالمذكر أو بالمؤنث؟ فكروا منيح، خيمة. شو بقول؟ هذا خيمة؟ أكيد لا. شو بقول؟ هذه خيمة. أشيروا إليها باسم الإشارة المفرد المؤنث. هذه، هذه خيمة. تاني صورة، طلعوا منيح، شو شايفين؟ قرد. قرد هو حيوان. شو منقله للقرد؟ هذا أو هذه؟ طلعوا منيح، فكروا. هذا قرد. ليه؟ لأنه اسم حيوان بالمذكر. هذا قرد. الصورة التالية، كتاب. كتاب اسم شيء بالمذكر أو بالمؤنث؟ أكيد بالمذكر. فكروا شو منقول؟ هذا كتاب أو هذه كتاب؟ أكيد هذا كتاب. ليه؟ لأنه هذا بتدل على اسم بالمفرد وبالمذكر، وكتاب هو اسم بالمفرد وبالمذكر. هذا كتاب، هذا كتاب. طلعوا قدامكم، شو في عنا؟ تلميذات، يعني جمع لتلميذة. تلميذات، في معها شي صبيان؟ لا، تلميذات. شو بستعمل للجمع إذا كان بالمذكر أو بالمؤنث؟ وبالجمع أي اسم إشارة بستعمل؟ هؤلاء. أحسنتم، هؤلاء تلميذات. هؤلاء، هؤلاء تلميذات. طلعوا هلا قدامكم، شو شايفين؟ مجموعة من الحيوانات، في عنا كتير حيوانات. تذكروا منيح، وقت اللي قلت لكم أنا بكون في عنا كتير حيوانات، يعني مجموعة من الحيوانات، شو منستخدم؟ أي اسم إشارة؟ اسم الإشارة المفرد المؤنث. اسم الإشارة، شو يعني المفرد المؤنث؟ أيه، أقولكم فكروا فكروا فكروا. هذه، أحسنتم،
هذه حيوانات، هذه حيوانات. وهلأ ما هذا؟ إنه زي. شو يعني الزي المدرسي؟ أنتوا شو بتلبسوا لما تروحوا على المدرسة؟ الزي المدرسي يعني كلكم لتكونوا لابسين مثل بعضكم تلبسوا تياب كلها مماثلة. شو يعني؟ شو اسمه هيدا؟ زي المدرسي لتروحوا على المدرسة، ثياب لباس مدرسي. شو قولكم منقول؟ هذا زي مدرسي أو هذه؟ هذا أو هذه؟ فكروا شو بتقولوا؟ أكيد هذا، لأنه زي هو اسم بالمفرد وبالمذكر. هذا زي. وهلأ رح ننتقل للتمرين التالي. عش قط فرخ شجرة. جاهزين لهالتمرين؟ أعيد كتابة الجمل لأصف شكل المهرجة بدل المهرج. طلعوا على الشاشة قدامكم، شو شايفين؟ مهرج. ما معنى مهرج؟ شو يعني المهرج؟ إنسان بيعمل حركات لحتى يضحكنا. وشو بيلبس؟ طلعوا بتيابه. حلوين؟ أنتوا هيك بتلبسوا إذا رحتوا على شي حفلة أو لمطرح؟ أكيد لا. زيه مضحك، يعني لباسه بضحكنا، مشان هيك شو اسمه؟ مهرج، لأنه تيابه مش مثل تياب العالم. طلعوا منيح كيف هي، ليك الألوان، في كتير ألوان، وواسعة وكبيرة ومن تحت وضيقة من فوق، مش كتير حلوة، بس هو مهضوم المهرج. يلا تابعوا معي. الجملة بتقول يرتدي هذا المهرج. وشو يعني يرتدي؟ بيلبس. طلعوا على الشاشة. يرتدي هذا المهرج زيا. شو يعني زيا؟ فكروا منيح. هلأ قلتها من شوي، اللي انتبه عرف. زيا لباسا يعني. برافو. يرتدي زيا فضفاضا. شو يعني فضفاضا؟ طلعوا. واسع، ليكم من تحت كيف هو واسع. فضفاض يعني كتير واسع. قميصه واسع، اوقات بيكون ضيق اوقات بيكون واسع، ليكم. قميصه واسع. وسرواله اخضر واصفر. شو يعني سرواله؟ البنطلون اللي لابسه. شو لونه؟ أخضر وأصفر. منعيد. يرتدي هذا المهرج زياً فضفاضاً. شو يعني زياً فضفاضاً؟ لباس واسع جداً. قميصه واسع وسرواله أخضر وأصفر. شو بدنا نعمل هلأ بالسؤال؟ شو بدنا نعمل؟ شو مطلوب منا؟ بدنا نكتب بدال المهرج المهرجة. شو يعني أقولكم بدال المهرج المهرجة؟ بدنا نحول الجملة إلى المؤنث. يلا فكروا معي تنشوف. يرتدي، يرتدي بدنا نقول نحنا شو؟ المهرجة مش المهرج. يرتدي بنقول يرتدي المهرجة؟ أكيد لا. شو منقول؟ لأنه بالمؤنث. فكروا فيها، شو أقولكم؟ ترتدي، ترتدي المهرجة، ترتدي. ليه؟ لأنه بالمؤنث. ترتدي هذا، هذا المهرج.
بس المهرجة شو منقول؟ لأنه بنت، لأنه بالمؤنث. شو؟ تذكروا أي اسم إشارة منستعمل؟ اسم إشارة هذا للمفرد المذكر، وللمفرد المؤنث شو منستخدم؟ أي اسم إشارة؟ هذه، هذه. إذن ترتدي هذه. هذه مين؟ المهرج؟ لا، المهرجة. المهرجة ترتدي هذه المهرجة زياً فضفاضاً. أقولكم منغير كلمة زياً. شو يعني زياً؟ لباساً، زي المدرسة، لباس المدرسة. زياً فضفاضاً. أكيد لا، مش لازم نغيرها، نتركها مثل ما هي. ترتدي هذه المهرجة زياً فضفاضاً. شو يعني فضفاضاً؟ واسع جداً. فضفاضاً. قميصه، قميص مين؟ المهرج. طلع على الشاشة. قميصه. أنا عم بحكي عن المهرج أو المهرجة؟ المهرجة يعني الفتاة. أقولكم شو بدي أغير بهالكلمة؟ قميصه بقول للفتاة؟ لا، شو بقول؟ قميصها، قميصها، قميصها. شو به؟ ما به؟ واسع. قميصها واسع، قميصها واسع، قميصها واسع. شو غيرنا هون؟ قميصها. ليش؟ لأنه المهرجة تو عم نحكي عنها. قميصها واسع وسرواله للمهرج، بس للمهرجة شو منقول؟ سروالها وسروالها، وسروالها. شو لونه؟ أخضر وأصفر، ما بتتغير. وسروالها أخضر وأصفر. نرجع نقرأ سوا الجملة. عن مين؟ المهرجة. ترتدي هذه المهرجة زياً فضفاضاً. قميصها واسع وسروالها أخضر وأصفر. ننتقل للجملة الثانية. عن مين عم نحكي؟ عن المهرج اللي شايفينه قدامنا بالشاشة. يقوم بحركات مضحكة. بضحكنا المهرج، بيعمل حركات لحتى يضحك الجمهور. يمد لسانه. عيب، اصحى حدا منكم يمد لسانه، مش حلوة هيدي الحركة. مين بيعملها؟ المهرج بس. يمد لسانه. وشو بيه لسانه؟ طويل. يمد لسانه الطويل ويمسك أذنه وبيمسك دينته. هلأ بدنا نحكي عن مين؟ عن المهرجة وعن صفاتها. شو بتعمل؟ حكينا عن المهرج وعن صفاته. شو بيعمل؟ يقوم بحركات مضحكة، بضحكنا. يمد لسانه الطويل ويمسك أذنه. هلأ المهرجة بدنا نحكي عن صفاته. شو منقول عن المهرجة؟ تذكروا منيح كلمة المهرجة بالمؤنث. بالمؤنث يعني شو لازم أقول بالفعل؟ يقوم؟ لا، تقوم. أحسنتم، تقوم. تقوم بحركات مضحكة. بغيرها شيء؟ أكيد لا. تقوم
بحركات مضحكة، يمد لسانه الطويل. أنا هلأ عم بحكي عن مين؟ المهرجة. شو بقول؟ يمد المهرجة، يمد. لا في شي غلط، فكروا معي شو منقول أقولكم؟ تمد، تمد. ماذا تمد؟ شو بتمد؟ لسانه. كيف تمد لسانه المهرجة؟ منقول تمد لسانه، تمد لسانها. ليش؟ لأنه مؤنث. تمد لسانها الطويل، ما بتتغير الطويل، لأنه نحن عم نحكي عن مين؟ عن لسان. تمد لسانها طويل ويمسك أذنه. مين اللي يمسك أذنه؟ المهرج. أنا هلأ عن مين عم بحكي؟ عن المهرجة. شو أقولكم منقول؟ ويمسك، فكروا فيها، وتمسك. أحسنتم، تمسك ماذا؟ أذنه؟ يعني هي عم تمسك له دينته؟ أكيد لا، عم تمسك دينتها لتضحك العالم. وتمسك ماذا؟ أذنها. وتمسك أذنها. إذن بتمسك دينتها لتضحك العالم، هيدي هي المهرجة. نرجع منعيد، ماذا تفعل المهرجة لكي تضحك الناس؟ ما هي صفاتها؟ تقوم بحركات مضحكة، تمد لسانها الطويل، وتمسك أذنها. وهلأ بدي أذكركم بالحزورة اللي حذرتكم إياها بالحلقة السابقة، وتعرف شو الجواب، رح أذكركم فيها. شو هو أضخم حيوان بالعالم؟ شو هو أضخم حيوان بالعالم؟ الفيل. شو يعني الفيل؟ حيوان كبير كتير ضخم. شو عنده؟ عنده الخرطوم. شو يعني؟ يعني أنفه الطويل. بياكل فيه كمان. أقولكن الفيل أو الحوت الأزرق. شو يعني الحوت الأزرق؟ حيوان كتير ضخم، لونه أزرق، اسمه الحوت الأزرق. من فوق أوقات بيكون لونه عرمادي مايل، ومن تحت على أصفر. هو كتير ضخم. وفي عنا بعد فرس النهر. شو يعني فرس النهر؟ وين بيكون؟ شوفوا بالنهر، بأسفل النهر بيكون، بالبحيرة. الفرس، شو يعني الفرس؟ يعني الحصان، بيكون بأسفل وبالكعب، يعني في قعر البحيرة أو في قعر النهر. وأوقات بيطلع بيتنفس، يتنشق الهواء ويأكل العشبة. أقولكم مين من بين هالحيوانات هو الأضخم بالعالم؟ شو بتقولوا؟ أنا بقول الحوت الأزرق. الحوت الأزرق. وهيك بتكون انتهت حلقتنا لليوم. ما تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك اللي عم تمرق بأسفل الشاشة. وأنا بودعكم، إلى اللقاء. مدرستي الجميلة تحلي أيامي، أنشد فيها أجمل الأغاني، أنتقل من صف لصف، وها أنا اليوم في الصف الثاني. في الصف الثاني نتعلم وننمو، نصغي نعبر نقرأ نرسم. في الصف الثاني نتعلم وننمو، نصغي نعبر.
نعبر نقرأ نرسم لنحقق أجمل الأحلام.